أستاذة ريحاب من سوهاج، تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بس أنا دكتور، بس كان يعني كنت عايز أسأل سؤال بس كده. لو واحد مظلوم ودعا على اللي ظلمه دعاء صعب وشافه بيتحقق قدامه وزعل، زعل عليه يعني، زعل ما عليه. عشان كده بنقول للناس سامحوا وادعوا لنفسكم. ما احنا بنقول للناس سامحوا كده وربنا يرقيكم وادعوا لنفسكم. فهو يعني هي كل المشكلة ان هو يعني حزن ان هو دعا الدعاء ده، ان الشخص ده مش عايز يرجع في ظلمه. فانت دعيت، فهو دعا الدعاء ده، فالدعاء ده تحقق في الراجل ده، فقلبه وجعه صح؟ يعني فضل كويس يعيط. كده. مين قال له بقى ان الراجل ده حصل له كده عشان دعاه؟ هو شاف الدعاء طيب قدام عينه ساعة الفطار، بيجي له تليفون بيقول له فلان ده خلاص كانوا لحقوه بين الحياة والموت. طب هو السؤال بس، هو مش لازم يكون ده بسبب دعائه، ده يكون قضاء ربنا سبحانه وتعالى. البني آدم نفسه مش عايز يرجع في ظلمه للبني آدم ده. يبقى احنا دلوقتي نقول ازاي نخلص قلبنا من الوجع اللي موجود من ظلم البني آدم ده، صح كده؟ ملناش دعوه بقى ان هو ربنا استجاب الدعاء فيه او اي حاجه، لان بعض الاحيين الناس بتتمنى ان الدعاء يستجاب في فلان لعله يرجع عن ظلمه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا مش موجودين في الكون ده عشان نطلع صفر ظلم، احنا موجودين في الكون ده عشان نطلع قلوبنا سليمه، نطلع قلوبنا سليمه. اللي ظلمك دي مشكلته هو مش مشكلتك انت. يعني ايه الظالم ده؟ دي مشكله الظلم ده، مشكله الظالم مش مشكله المظلوم. المظلوم ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه واداله دعوه مستجابه. فانت فالشخص المظلوم ده لابد ان هو يحس، ده ممكن يبقى بيشكر الشخص اللي ظلمه، لان هو عنده دلوقتي هبه. انا طبعا مش قاصد ان هو يشكر الشخص اللي ظلمه، اكيد هو من حقه ان هو يرفض الظلم ويرد الظلم ويدفع الظلم عن نفسه، ودي واجبات. لكن ان هو ايه بقى يعالج قلبه ازاي؟ ان هو دلوقتي عنده كنز، عنده دعاء مستجاب. واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. فيعمل ايه هو؟ يستفيد بالدعوة دي ان هو يدعو لنفسه. فايه اللي حصل؟ فعشان القلب يسلم، قلب المظلوم يسلم، يدعو لنفسه، يكثر من الدعاء لنفسه، يكثر بالدعاء الخير لنفسه، وان شاء الله سبحانه وتعالى يستجيب ربنا له. نعم.